السلام عليكم وتحية طيبة لكل متتبعي هذه القناة هنا من ألمانيا، سواء كنت في المغرب أو خارج المغرب أو في بقية أرجاء العالم. اليوم نعلق على جوج ديال المواضيع. أولا، القمة الإفريقية الأوروبية التي اختتمت أشغالها منذ أيام، وحضور المدعو إبراهيم غالي والملقب بمحمد بن بطوش هذه القمة، واحتفاء الإعلام وخصوصا وكالة الإعلام الجزائر الجنوبية بهذا الحدث. والموضوع الثاني هو الأحداث التي شهدها السوق الأسبوعي، سوق الأحد، ولاد جلول بضواحي مدينة القنيطرة. أولا نتكلموا على الموضوع الأول ونعلق على هذه القمة اللي انعقدت ببروكسل، وهي القمة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وفي هذه القمة حضر المدعو إبراهيم غالي في طائرة رئاسية جزائرية، وهذا كيف ند المزاعم ديال الجزائر بأن لا علاقة لها بهذه القضية. طائرة رئاسية جزائرية خاصة، نقول إبراهيم غالي إلى هذه القمة. والصور التي وردتنا من بروكسل بينت كيف أن هذا السيد هذا صراحة معزول ومنبود، ولا قيمة ولا دور له، والأمر يتعلق فقط بواحد النوع ديال الشو كتقوم به الجزائر من أجل يعني الترويج الداخلي لا غير. بن بطوش نزل من الطائرة وحيدا، لم يستقبله أحد، متسحبا إلى أحد الفنادق، وكان يتنقل بين الفنادق لا يقضي أكثر من ليلة في فندق واحد. الاستقبال الوحيد الذي حظي به هو أو اللقاء الوحيد الذي حظي به هو اللقاء اللي كان مع رئيس الوزراء الإسباني سانشيز. وهذا الرئيس الوزراء الإسباني بطبيعة الحال بعد أن وصل تقريبا الباب مسدود مع المغرب ولم يستطع أن يخضع المغرب لحد الآن، فهذه قراءتي الخاصة لهذا الاستقبال بأنه استقبال يظهر مدى اليأس الذي وصلت إليه الحكومة الإسبانية في تمرير وفرض إملاءاتها على المغرب. الجزائريون احتفوا بهذا الحضور ديال إبراهيم غالي رئيس الجزائر الجنوبية، فهذا الذي راح يمثل الجزائر ولا يمثل البوليزاريو، لأنه بطبيعة الحال غادي يكون راح بباسبور جزائري دبلوماسي وبطائرة جزائرية، وهذا يعكس بأنه يمثل الجزائر أكثر ما يمثل جماعة البوليزاريو. بن بطوش حتى المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي عبر بأنه لا دخل له في حضور بن بطوش، لأن هذه هي البروتوكولات، لم يدعى من الاتحاد الأوروبي كما حاول أن يروج له الجزائريون أو وكالة أنباء الجزائر الشمالية. فمن المعروف بأن الاتحاد الأوروبي مثله أو مثلته 16 دولة، ورئيس هذه التمثيلية كان هو الرئيس السنغالي رئيس الاتحاد الإفريقي حاليا. وكون أن البوليزاريو تكون حاضرة هذا لا يعني شيء، لأنهم أصلا دخلوا في كعضو مؤسس للاتحاد الإفريقي في نسخته الجديدة بعد أن كان يسمى في السابق منظمة المؤتمر، هذا منظمة الوحدة الإفريقية. وهذا التأسيس الثاني كان في الجزائر، وبطبيعة الجزائر أقحمت البوليزاريو كعضو مؤسس، فهذا لا قيمة له ولا يعني أي شيء. وكالة الأنباء الجزائر الشمالية اعتبرت هذا الحضور وكأنه انتصار كبير، وأنا أتفهم هذا الاحتفال لأن لما يكون الجفاف الإنسان يفرح بقطرة ماء، فالنظام الجزائري يعيش أو خصوصا دبلوماسيته تعيش الجفاف
جفاف من حيث الإنجازات، وأية قطرة فبطبيعة الحال يتم الاحتفاء بها بشكل كبير. المغرب ما يهمه في هذه القصة كلها ليس حضور بن بطوش بقدر ما يهمه أنه نجح في إسقاط القناع على النظام الحكومة الإسبانية، وأصبح اليوم بالواضح وبالملموس أن إسبانيا، وكما توقعنا في فيديوهات سابقة، أنها هي العدو الأول للمغرب ولاستكمال وحدتها الترابية، لأن المشكل هو المشكل مع إسبانيا. أما الجزائر والبوليزاريو فقط هادو أدوات أو واجهة لهذا العداء الذي يناصبه الإسبان للمغرب، وخصوصا الدولة العميقة في إسبانيا لا تريد المغرب أن يتوحد، لأن توحد المغرب فيه خطر على إسبانيا، وهم يستحضرون التاريخ، وهم من قام في السابق بقتل وإبعاد وتشريد مسلمي إسبانيا ويهود إسبانيا، المسلمين واليهود. ونحن كلنا نتذكر محاكم التفتيش وما أدت إليه من ضحايا إلى اليوم، كلنا نتذكر استعمال القنابل الكيماوية في شمال المغرب، وساكنة شمال المغرب إلى اليوم من هذا تعاني من تبعات هذه الحرب الكيماوية، يعني السرطان هو منتشر في هذه المنطقة، ومن أعلى نسب انتشار السرطان هو موجود في شمال المغرب وفي الريف على الخصوص. فإسبانيا دائما تستحضر التاريخ، خصوصا لدى أساساتها كيستحضروا التاريخ الذي كان عبارة عن صدام بين الشعبين ومعركة الملوك الثلاث أو معركة وادي المخازن لا زالت تلقي بظلالها على سياسة إسبانيا إلى اليوم، وإن كان هذا الأمر بطريقة غير معلنة. القضايا التي تناولتها هذه القمة، قمة الاتحاد الإفريقي والأوروبي، ركزت على قضايا الأمن، الصحة، والاستقرار، يعني محاربة هذه الأشكال عدم الاستقرار السياسي. إفريقيا بطبيعة الحال تعيش واحد مجموعة ديال المشاكل، مشاكل الانقلابات، النزاعات المحلية، الجفاف، الفساد، التخلف إلى آخره. فهذه القمة بطبيعة الحال لم تأتي بجديد، ولم تأتي بجديد لأن المنطلقات مختلفة، منطلقات المستعمر مع المستعمر كيف سوف يجتمعان فقط لوضع الإملاءات. ما يهمنا كمغاربة هو أن الاتحاد الأوروبي تبرأ من بن بطوش، والناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي عبر عن هذا الأمر في ندوة صحفية. بن بطوش لم يستقبله أحد، لم يلتقي به أحد، معظم الصور التي قدمت لنا من هناك دائما وحيدا أو مع بعض من الأصدقاء دياله، وعاد إلى الجزائر الجنوبية كما قدم منها بخفي حنين. وفي نفس الوقت حضر ممثل الجزائر الشمالية العمامرة وكان ذلك الاستقبال الفلكلوري الذي شهده الجميع يفتقر لأبسط أدبيات البروتوكول الدبلوماسي. كيف أن رأى الجميع كيف أن العمامرة ارتمى على ماكرون يقبله على خديه، ونسي بأن ماكرون قبل أشهر انتقد الجزائر ولم يعتبرها حتى أمة، وقال ما معناه بأنها بلد استحدث بمرسوم. هذا يبين إلى أي مدى أن الجزائر تابعة لفرنسا ولا تستطيع أن تنبت أمام فرنسا ببنت شفا، وإن كانت فرنسا قد قتلت أكثر من مليون جزائري. الجزائريون عودون، خصوصا النظام، وهنا أفصل بين النظام والشعب، الجزائري هذا النظام عودنا على أنه يقرقع ولا نرى
طحينا، هددوا بإلغاء اللغة الفرنسية، هددوا بمقاطعة فرنسا، واليوم نجد أن وزير خارجية هذا البلد يهرول دليلا إلى الرئيس ماكرو يخطب وده ورضاه. الموضوع الثاني هو ذلك المتعلق بالأحداث التي عاشها المغرب الأحد الماضي 20 فبراير، خصوصا في أحد الأسواق الأسبوعية الذي يدعى السوق الأحد ولاد جلول بضواحي أظن مدينة القنيطرة، وديك الصور التي وصلتنا للناس ينهبون ويخطفون ويسرقون بين قوسين المواد الغذائية والخضار وإلى آخره. وهذه الأحداث هذه بطبيعة الحال صادفت إحياء الذكرى 11 ل 20 فبراير، 20 فبراير اللي كانت في 2011، وهذا الحراك اللي كان في إطار ما يعرف بالربيع العربي، واللي استجاب له محمد السادس بسرعة بتعديلات دستورية كان لها الفضل في أن المغرب يظل بلد مستقرا إلى يومنا هذا، عكس الدول اللي استجابت أو اللي مشات أو اللي أخذت مقاربة مخالفة في قمع الحراك، سوريا أو ليبيا أو اليمن وغيرها. الحال ديالها اليوم يعبر عن واقعها بالأمس واليوم. الأحداث اللي وقعت في هذا السوق هذا بطبيعة الحال أول من سيفرح ويطبل ويزمر ويحاول أن يروج لها هو نظام الجنرالات في الجزائر الشمالية. وكالة الأنباء الجزائر الشمالية حاولت أن تحتفي بهذا الأمر وأن تروج له، وهذا كان متوقع ومنتظر. إحنا كمغاربة لأننا بلد الحمد لله في واحد الجانب كبير من الديمقراطية وحرية التعبير، لا نخفي أخطاءنا ونظهرها ونناقشها على العلن، وهذا سر تقدم المغرب مقارنة ليس فقط بالجزائر الشمالية أو بالجزائر الجنوبية، وإنما مقارنة بالعالم العربي. هذه مشكلة لا تعكس أن في المغرب هناك خطر المجاعة كما هو الأمر في الجزائر، لأن إذا بغينا نقارنوا المغرب بالجزائريتين فالجزائريتين سواء الشمالية أو الجنوبية هما عندهم الطوابير تكاد تكون يومية، وندرة المواد الغذائية تكاد تكون يومية، والفقر في كل مكان، والتدافع في كل مشاكل يومية. أما هذه الصور إحنا نجدها بين الفينة والأخرى، وليست هي الأولى ولن تكون هي الأخيرة. نتذكر في مدينة فاس في عيد الأضحى كانت مجموعة من اللصوص حاولوا أن يسرقوا الأغنام أو سرقوا بعض الأغنام، وكان هناك نوع من التدافع في أماكن أخرى في المغرب لا أذكر منطقة بالضبط بسبب الدقيق ودون السكر والزيت. وما وقع يوم الأحد الماضي هو أيضا نوع من الخطف والنهب الغير مقبول والمدان بكل اللغات، لأن أنا شفت أنا شخصيا وتقييمي للقضية أن الأمر لا يتعلق بأن الناس كانوا محتاجون أو جياع أو لأن مواد غذائية غير موجودة بقدر أو فقراء، بقدر ما أنا أراه فقرا في الوعي، أن كان هناك فقر في الوعي، لأن هذوك الناس اللي حاولوا يأخذوا ديك المطيشة أو يأخذوا ديك المواد الغذائية دون وجه حق أخذوها من الناس، يعني أيضا هم فقراء باعة متجولين وناس بسطاء، كأن البسيط يسرق البسيط أو الفقير يسرق الفقير. هنا أريد أن أوجه دعوة للنيابة العامة لتتبع هؤلاء، لأن هذا أمر يعتبر جريمة ويعتبر سرقة مع سبق الإصرار والترصد. هذا لا يعني بأن هناك مشكلة، المغرب لا يعد استثناء بالمقارنة بما تعيشه باقي الدول العالم. هناك ارتفاع في الأسعار، هناك ارتفاع في مجموعة من المواد الغذائية، هناك ارتفاع في المحروقات، وهذا كله ينعكس بطبيعة الحال على القدرة الشرائية للمواطن.
الدول الأوروبية أو أمريكا الشمالية أو الدول الخليج العربي المترفة، الدولة كتحاول تخفف على مواطنيها هذه الضغوط وتحاول أن تدعم المواد الأساسية، بين خصوصا والعالم كله يتماثل للشفاء بعد هذه النكسة الصحية اللي أصابته على امتداد 3 سنوات. والمغرب كما أسلفت ليس استثناء، الأسعار كان من المتوقع أنها سترتفع، لكن على الدولة أن تقوم بدورها، على الدولة أن تحاول دعم الأسعار الأساسية وأن تخفف على المواطن، أن تخفف على المواطن يعني تكلفة الحياة اليومية، وذلك عن طريق استخلاص الضرائب. واحد مجموعة الناس الذين لا يريدون دفع الضرائب، عن طريق استحداث صناديق لدعم الفئات الهشة، عن طريق نهج الحكومة أيضا لخطاب تقاربي وتصالحي مع المواطنين المغاربة. يجب أن نتكلم ونتحدث عن ما يعني يعاني ويحس به المواطن المغربي اليوم. لا نتكلم فقط عن التلقيح كما أكد عليه عبد العزيز أو عزيز أخ النوش مؤخرا، فقط همه الوحيد هو الجرعة الثالثة. أظن بأن الناس لن تموت إذا لم تتلقى الجرعة الثالثة، بل إنها ستموت إذا لم تجد ما تأكله، ستموت إن لم تجد مكانا في المستشفى، ستموت إذا أبناؤها لم يجدوا مقاعدا في المدرسة. هذا هو الخطر الذي يهدد الشعب المغربي أولا، وليس كورونا. كورونا هي تحدي من التحديات الكثيرة التي عاناها العالم ويعانيها وسيعانيها في المستقبل، وإنما المشكل يجب حله حلا جذريا بالإيفاء بالوعود الانتخابية أولا، وثانيا بتحسين لغة التواصل والتواصل مع المغاربة وتجنب خطابات الاستفزاز. أظن بأن عبد الإله بن كيران هو لم يقدم للمغاربة شيئا كبيرا في ال10 سنوات الأخيرة التي قاد فيها الحكومة، ولكن إنجازه الوحيد هو أنه كان يتواصل ويتكلم ويدغدغ مشاعر المغاربة ويعطيهم الأمل. كانت لغته كلها يعني لغة ممزوجة بالأمل والوعود، وإن كانت هذه الوعود كاذبة إلا أنها خلات المغاربة أنهم يصبروا ويتحملوا وبقوا عايشين. المغاربة شعب طيب وشعب معطاء وشعب يتحمل، ولكن لا يجب أن نحمله فوق طاقته، لأنه شعب إذا غضب ستكون غضبته غضبة صعبة وصعبة جدا. عندنا تحديات كبيرة خصوصا مع الجزائر الشمالية والجزائر الجنوبية، وعندنا تحديات أكبر مع الجار الإسباني. كيف سنواجه هؤلاء جميعا؟ سنواجههم بتقوية الجبهة الداخلية وبمجتمع مدني قوي وبحكومة قوية وببرلمان قوي وبمؤسسات متكاملة متناغمة تتكلم لغة واحدة. أظن هناك مثل لست أذكر هل هو صيني أو روسي أو ياباني، هذا المثل يقول ليست لا يهم نوع السلاح الذي تحارب به، لكن المهم هو الإنسان، نوعية الإنسان الذي يحمل ذلك السلاح. احنا بغينا ذاك الإنسان المغربي هو اللي يكون قوي، لأنه هو أقوى سلاح في مواجهة كل خصوم الوحدة الترابية المغربية، أقوى سلاح في مواجهة إسبانيا، أقوى سلاح في مواجهة الجزائريتين اللتان قبل أشهر رسم الحدود فيما بينهما، كان الخبر أصدرته مجلة الجيش الجزائر الشمالية، رسم الحدود فيما بينهما بين الجزائريتين. هؤلاء هم أعداء المغرب، ومواجهتهم جميعا لن تكون إلا بإنسان مغربي قوي متمتع بصحة جيدة حاصل على تعليم جيد
ويشعر بالأمان في بلده. هكذا تكون المواطنة والمواطنة الحقة، وهي السلاح الأكثر فعالية وفتكا ضد الأعداء. تحية طيبة وإلى لقاء قادم بحول الله.